دقيق الفقه في الدين، من دقيق الفقه في الدين والفهم عن رب العالمين وسيد المرسلين، أنه كما ورد أن من رمى أخاه بكلمة الكفر ولم يكن أهلاً لها حارت عليه وبأ هو بها، وكما ورد في أن من لعن أحداً من عباد الله ولم يكن أهلاً للعن أو للعنة ولم تجد اللعنة مساغاً لها عادت إليه أو عليه والعياذ بالله. واللعن ما هو؟ دعاء. ما معنى لعنه الله؟ مثل رحمه الله، رحمه، لعنه، أخذه، أعطاه، أكرمه، صيغة الماضي، لكن يراد مهما يعني الدعاء، معروف هذا الدعاء، هكذا بصيغة الماضي. يمكن يكون بالمضارع، يرحمه الله، يلعنه الله، دعاء أيضا. اللعن هو دعاء، انتبهوا، اللعن هو دعاء، وهو دعاء خطير. دعوت باللعن على من لا يستحق، عاد اللعن عليك. كذلك إذا دعوت على أي مسلم بغير اللعن أن يفعل الله به كذا وكذا وليس أهلاً للدعاء، عاد عليك.